لا غيره. من ترجل عن نجمة لم تصبه بأي أذى قال أسطورتي لن تعيش طويلا ولا صورتي في مخيلة الناس فلتمتحن الحقيقة. قلت له إن ظهرت انكسرت فلا تنكسر. قال لي حزنه النبوي إلى أين أذهب؟ قلت إلى نجمة غير مرئية أو إلى الكهف. قال يحاصرني واقع لا أجيد قراءته. قلت دون إذن ذكرياتك عن نجمة بعدت وغد يتراجع واسأل خيالك هل كان يعلم أن طريقك هذا طويل. فقال ولكنني لا أجيد الكتابة يا صاحب. فسألت كذبت علينا إذن؟ فأجاب على الحلم أن يرشد الحالمين كما الوحي. ثم تنهد خذ بيدي أيها المستحيل وغاب كما تتمنى الأساطير. لم ينتصر ليعيش ولم ينكسر ليموت. فخذ بيدينا معنا أيها المستحيل.